أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحياتي محدثكم فارس عوض في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقين الند بالند. التنافس هنا يأخذ منعطفا آخر، الأجواء تشتعل والعداء يتجدد في مباراة مرتقبة من الجميع. اليوم يلعب الكبير الهولندي نادي أياكس ضد نادي توتنهام، أحد أعرق الأندية الإنجليزية. بكل تأكيد مباراة اليوم ستقدم لنا وجبة كروية رائعة، لأننا أمام فريقين مميزين جدا في أرضية الملعب وفي طريقة اللعب وفي نوعية اللاعبين. تترك اي فرصه ولا وقت للتمرير، الضغط الدائم على حامل الكره في كل مكان في الملعب دائما يعطيهم افضليه في استعاده الكره بشكل سريع في حاله فقدانها. عرف نادي توتنهام طعم بطوله الدوري الانجليزي في حقبه ما قبل البريمير ليج عامي 51 و61، الجماهير تحلم بأن تكرر تلك الإنجازات مرة أخرى. كانوا قريبين في 2016 من تحقيق اللقب، لكن ليستر حقق المفاجأة الكبرى ونجح في خطف اللقب. تعرض الآن تشكيلة نادي توتنهام. نشاهد الآن الفريق يلعب بخطة 4-4-2 الهجومية. والآن تبدأ المواجهة المنتظرة في ذهاب السيمي فاينل دوري أبطال أوروبا. أي حماس في المدرجات، ضغوطات على اللاعبين في أرضية الملعب، من سينجح في التعامل معها ويمر إلى النهائي؟ روز، ديليالي، داني روز، المنافس يسيطر على الكرة. دافيد نيريس، دوسان تاديج، لاسي شون. اياكس يلعب بشكل جيد على الاطراف، بامكانه ارسال كره عرضيه خطيره الان. خلص فيرتونخن. ديلي الي، تحرك جيد يساعد في قطع الكره. بينيه مثاليه خلف المدافعين. محاولة هدف التقدم، الله على اللقطة، الله على المهارة، شوف الفرصة كانت خطيرة في اللقطة الماضية، كان ممكن تحرك الشباك، شوف المقصية، يا سلام على الكرة بتضيع. بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. ديلي بليند، لاسي شون، توقع جيد في قطع الكرة. كريستيان إريكسن، كيران تريبيير، هاري وينكس يتراجع ليحصل على الكرة. كما نشاهد في الإعادة البطيئة، القرار كان صحيحا بإعلان التسلل في اللقطة الماضية. إتاحة فرصة الآن لمصلحة، ركلة حرة لمصلحة توتنهام. ديلي ألي، يان فيرتونخن،
كريستيان إريكسن. سيسيكو عدة تمريرات بعرض الملعب بانتظار ثغرة، بانتظار كرة بينية، والآن تتحول إلى ضربة مرمى. انظروا إلى إعادة للفرصة التي مرت بسلام بجوار الشباك. فان دي بيك، لاسي شون، حكيم زياش، دافيد نيريس، عمل جيد في قطع الكرة. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. سيسو، شوف التنفيذ، الله على الكرة البينية. اللاعب تسرع في انطلاقته وبالتالي تسلل واضح. كيران تريبيير، هاري وينكس، ليس من السهل حقيقة بأن تتواجد في مربع الكبار في دوري أبطال أوروبا. لابد أن تكون عندك الإمكانيات، الخبرة الشخصية اللازمة. الأمر يتطلب بالتأكيد التعامل مع هذه المواجهة على مرحلتي الذهاب والإياب. برافو تدخل، شوف اعتراض الكرة. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب، يتعرض لضغط كبير، وصل الكرة وقدر يبعدها في هذه اللقطة. حكيم زياش، سيسيكو، انطلاقة سريعة بالكرة، يتقدم فيها. العرضية في وسط المنطقة، أول أهداف في المباراة، يكسر التعادل السلبي. تعادل استمر في هذا اللقاء، لكن الأمور الآن بمنعطف آخر. مواجهة تشتعل في هذه اللحظات. شوف اللقطة من التصويبة اللي كانت قريبة، كانت صعبة جدا على حارس المرمى. تبدأ المباراة مرة أخرى وتقدم لمصلحة فريق توتنهام. ديليت، فان دي بيك، حكيم زياش، توسان تاديتش، دي يونغ. كرة خطيرة على المرمى، يضرب الآن. الحارس يحمي مرمى ويمسك بالكرة. تدخل بشكل خاطئ، فاول في اللقطة، ممكن نشوف فيها انذار. كرت اصفر وانذار للاعب توتنهام. نرى في الاعادة بانها كانت عرقلة قوية، قدمه اتجهت مباشرة لقدم الخصم، خطأ صحيح، مخالفة ارتكبها اللاعب بعد اعاقة منافسة في توقيت خاطئ. قد تكون كرة صعبة ومن مسافة بعيدة، لكن ممكن يحاول، ممكن يسدد باتجاه المرمى. تسديدة رائعة، ركلة حرة مرت بسلام. شوف اللقطة، كانت من مسافة بعيدة، لكن الكرة كانت قريبة جدا من المرمى. كيران تريبيير، سيسيكو، هاري وينكس. حاول الإخراج لاعبي الخصم من أماكنه. لاعبو الفريق المتقدم في النتيجة يتنقلون الكرة في وسط ملعبهم. الوقت بدأ الضائع في تقدير حكم المباراة، ثلاث دقائق. كرة بتعدي بوجه في المرمى. الشوط الأول ينتهي 1-0.
العودة إلى الشوط الثاني من مباراة ذهاب سيمي فاينل دوري أبطال أوروبا. بعد 45 دقيقة أولى ندخل إلى 45 دقيقة جديدة قد تكون حاسمة مؤثرة على هوية المتاهل إلى الفاينل، والخطأ فيها ممنوع. دي يونغ، تاليا فيكو، تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الضرب، محاولة إرسال اللعب الآن على الجناح لكن مدافع يقراها. ديلي ألي يعرف كيف يمر الكرات، الله على نقلات الكرة. يوزع اللعب في أرضية الملعب. هاري كين، إريكسون، حلوة التسديدة، كانت قريبة من المرمى لكن عدت، لكن مرت، كان ممكن تكون هدف في اللقطة الماضية. تحت الضغط الآن تتحول إلى رمية تماس. حكيم زياش، حكيم زياش روز يلعب الكرة بدقة كبيرة بالملي. يا سلام، يعرف كيف تخرج ومتى تخرج وأين تصل، الله على الكرة. مدرب اصحاب الارض يفكر بضخ دماء جديده في الفريق الان. إريك داير، هيونغ مينسون، عدة تمريرات بعرض الملعب بانتظار تغرق، بانتظار كره بينيه. اوهو، تدخل خاطئ، قد يخرج الحكم الكرت الاصفر الان. كرت اصفر صحيح ومستحق في اللقطه، واللاعب لازم يكون اكثر حذر في اللحظات القادمه. شوف الإعادة في اللقطة، في تدخل أيضا، كان في سلايد قوي وخطأ واضح. في الإعادة نرى بأن الحكم كان محقا في احتساب المخالفة، اللاعب تدخل على قدم خصمه بإعاقة غير مدروسة. دوسان تاديتش، واضح أن مدرب الفريق الضيف يفكر في تغيير وضخ دماء جديدة في الفريق. تمريرة في المساحة الفاضية. دي يونغ، بالنسبة لمستوى ديلي ألي في شوط المباراة الأول، سجل هدف مهم لفريقه، كان هدف تقدم في الشوط الأول، معنوياته مرتفعة الآن، سيحاول أن يضيف المزيد في الشوط الثاني. ديليت، تدخل سيء في اللقطة الماضية، يستحق عليه البطاقة الصفراء. كرت اصفر في وجه احد اهم اللاعبين اليوم، عليه ان يحذر فيما تبقى من هذا اللقاء. حتى وان كانت نيته استخلاص الكره، لكن التدخل في النهايه كان على قدم الخصم وليس على الكره، تدخل غير مدروس على المنافس والمخالفه واضحه. كين، عمل جيد في قطع الكره، تدخل اللاعب يفقد الكره. اياكس يلعب بشكل جيد على الاطراف، تدخل ممتاز بيخلص الخطورة من منطقته. تاليا فيكو، فرصة العرضية الخطيرة، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة، كرة بتتشتت من الدفاع. ديلي ألي، المباراة تدخل الآن في الثلث ساعة الأخير. ديلي ألي، ضربة ركنية بعد تدخل ممتاز، شوف كيف إبعاد الخطورة في اللقطة الماضية. المدرب أعتقد يبحث عن دماء جديدة على أمل العودة في اللقاء فيما تبقى من هذا الشوط الثاني. لورياتي يسدد ضربة زاوية أخرى، تنفيذ ركنية في إريك داير يبعدها من مناطق الخطر. سيرج أوريه، ديلي ألي، ديلي ألي، هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة، الأمور لا
تنتهي لكنها اقتربت الآن. ثنائية في مباراة اليوم والشهية مفتوحة للتسجيل. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. حكيم الزياش، فان دي بيك، زكريا الأبيض، لاستيشون. فريق يستعيد الكرة في منتصف الملعب. كريستيان إريكسن، يان فيرتونخين، داني روز. وقت التغيير الآن للفريق المستضيف، واضح أن المدرب اتخذ قراره. فان دي بيك، 9 دقائق واطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء. فرصة لكرة عرضية خطيرة الآن. ضربة ركنية يحتسبها الحكم بعد ما اصطدمت الكرة بالمدافع. تغيير متوقع كان من المدرب لأن فريقه متأخر في النتيجة، وطبيعي أنه يفكر في الدفع في مهاجم إضافي لعله عسى يعدل الأمور. ضربة ركنية ترسل، ماتياس ديليكت، الكرة في المرمى، هدف في هذا التوقيت. الله على المتعة. فريقه يخسر المباراة لكنه يفوز بهذا الهدف، لن يغير من النتيجة أبدا. هدف رائع يكشف عن قدرة هذا الفريق في بناء الهجمات. شوف تمركزه، شوف وقوفه، شوف انتظاره، شوف موعده. الله على الكرة الرأسية داخل الشباك. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. إريك داير، تمركز الجيد الآن. مخالفة الآن، واللاعب عنده بطاقة صفراء سابقة. الحكم قرر ألا يخرج البطاقات واكتفى بالتنبيه. اللاعب عليه أن يستفيد من هذا الإنذار الشفوي لأنه قد يغادر الملعب من الباب الصغير. بيخلصها، بيبعدها بعيدة بمبدأ الأمان. دولبيرغ، تاليا فيكو، ديليت، لاستيشون. كرة بينية خلف المدافعين، كرة بتصل أمام المرمى، ولعب الشوت. دفاع يتصدى والخطورة ما زالت قائمة. ديلي بليند، دي يونغ، تاليا فيكو، دوشان تاديج، دولبيرغ يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. وصلنا إلى النهاية في هذا اللقاء القوي جدا بين الفريقين بنتيجة هدفين لهدف. خسارة.